اوكي احنا انا هبتدي بمولاي وبعدين ممكن ترنيمه نقول حاجه وهو مع يدخل بعض بترنيمه نشارك حاجه مع بعض. هو ده اللي انا مستنيه. ممكن هي تقول نشيد مثلا وانا اقول ترنيمه، ايه رايك؟ يلا هو ده اللي احنا عشان ويلا بينا خوه وطنيه يعني ماشي يلا مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي من أحن منك ألتجئ إليك، وفي كل ضيقي وتعبي أتكل عليه. يا قاضي الأرامل يا أبو الأيتام، يا قاضي الأرامل يا أبو الأيتام، حلال المشاكل صانع السلام، حلل المشاكل صانع السلام. هذه القوة في غير انتهاء، كيف جاءتكم جموع الشهداء؟ أي سيف قد تسلحتم به؟ أيها العزال في ساح الدماء، نولتم الأمجاد في دنيا ودين، وهزاتم بالطغاة الملحدين. لم تموتوا أيها الأبطال، بل قد سكنتم في سماء الخالدين. لم تموتوا أيها الأبطال، بل قد سكنتم في سماء الخالدين. قد سكنتم في سماء خالدين. هايلين هايلين، قالها كويس، قالت ترنيمة كويس. اه طبعا وهي قالت النشيد كويس. هو كمان يسألني على مولاي ما شاء الله.